إن كل هذه المجازر والفضائع تجري بتواطؤ ودعم من أمريكا وعدد من دول الغرب، بما يجعلهم شريكاً أو شركاء في الجريمة، لأنهم لا يكتفون بالصمت بل يدعمون سياسياً وإعلامياً وعسكرياً ما يحدث من جرائم حرب بغزة. فهذا الدعم المكشوف والمخزي سيظل وصمة عار على جبين أمريكا وهذه الدول الغربية التي لا يمكنها أن تقدم لنا الدروس من الآن حول القيم الإنسانية وحقوق الإنسان والحرية ومكانة الإنسان في أي مجتمع. واتخذ كما قلت هذا الدعم أشكالاً متنوعة، دعم سياسي دبلوماسي لا سيما في أروقة الأمم المتحدة. لاحظوا معي، لم تتمكن الأمم المتحدة حتى من إصدار أو استصدار مقرر يطالب ولو بوقف إطلاق النار، ولو بوقف إطلاق النار، ولا ينحاز لهذا الطرف أو ذاك. كيف يمكن لهذا الغرب أن يبرر كل ذلك؟ فلقد وصل الأمر إلى التضييق والاعتقال وتجريم كل من يتحرك تضامناً مع فلسطين في هذه الدول، ومن ضمنها فرنسا بالذات. فرنسا التي تغنت لمدة عقود وعشرات السنين وهي تقول لنا بحقوق الإنسان وبالحريات. فرنسا اليوم ودول غربية أخرى يريدون منع كل التعبيرات المساندة لفلسطين رغم الوحشية التي نلاحظها بغزة. ووصل الأمر إلى درجة اعتبار كل صوت أو رمز أو إشارة فيها رائحة فلسطين بمثابة جريمة. تصوروا ذلك، بمثابة جريمة من داخل هذه الدول، حتى أننا وصلنا إلى معاداة أو تجريم معاداة الصهيونية، ليس معاداة السامية بل معاداة الصهيونية. وأريد أن أقول لكم بأن الصهيونية، وأقول ذلك جهراً وعلينا أن نقول ذلك بقوة، الصهيونية مقاربة وحركة قائمة فعلاً، وهي مقاربة نازية وفاشية وعنصرية تقوم على فكرة تفوق وتميز عرق على شعب آخر، كما تقوم على هدف بناء كيان لا يشبع من التوسع يسمونه إسرائيل الكبرى، من النهر إلى البحر، مع استهداف السيطرة الأحادية على القدس ومحو هويتها الحضرية المتعددة. وتقوم على إبادة الشعب الفلسطيني الذي عاش دائماً فوق أرض فلسطين ولم يعرف غير هذه الأرض. هذه نظرية صهيونية فاشية نازية وليس شيء آخر، ولن يمنعنا أحد من أن نقول ذلك بقوة. صهاينة مجرمون، قتلة إرهابيون.